يبدو أن التحذيرات من الانهيار الطبي في إدلب قد بدأت معالمها تظهر جليا للعلن، مع نفاد المواد اللازمة لإجراء تحاليل كورونا والكشف عن إصابات جديدة، لتعلن شبكة الإنذار المبكر عن توقف جميع المختبرات التابعة لها في شمال غرب سوريا على أمل استئناف التحاليل المخبرية خلال الأيام القادمة. البدائل هي بشكل عام الأعراض السريرية، تشخيص يعني السريري والأشعة البسيطة الموجودة وبعض الاختبارات السريعة اللي لا زالت موجودة في بعض المشافي. يعني حاليا بوقت الجائحة أو الوباء نحن ممكن نشخص على الأعراض وعلى القصة السريرية وعلى المخالطة أكثر من يعني تشخيص بالبي سي آر بحد ذاته. كثيرة هي الضغوط التي تعاني منها المنظومة الطبية، منها نقص حاد في الأكسجين، أحد أهم المستلزمات الطبية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وعجز المصانع الموجودة في إدلب وحلب عن تأمين الاحتياجات الأساسية لمشافي العزل، ما ينذر بتردي الأوضاع، إذ تحتضن مشافي شمال غربي سوريا نحو 173 سريرا للعناية المشددة و57 جهاز تنفس صناعي، وهي أرقام غير قادرة على استيعاب أعداد الإصابات اليومية البالغة نحو 1200 إصابة. المعمل الأكسجين الذي قمنا بإنشائه في شمال غرب سوريا يقوم بإمداد المشافي والنقاط الطبية وحتى سيارات الإسعاف بالأكسجين وأسطوانات الأكسجين، لكن هذا غير كافي، يوجد هناك نقص 50% من هذه المادة الأكسجين ومن جرر الأكسجين نتيجة ارتفاع عدد الإصابات وانتشار الجائحة بشكل كبير في الشمال السوري. ومع هذا الانهيار في القطاع الصحي أطلق عدد من منظمات المجتمع المدني حملة نفس في إدلب لتأمين 1000 جرة أكسجين يومياً والمستلزمات الأساسية لسد بعض العجز في المشافي، علها تكون عوناً لمن ضاقت بهم الحياة. تأمين المستلزمات الطبية والأكسجين يعني إنقاذ أرواح عشرات من المدنيين يومياً في الشمال السوري وسط انهيار في القطاع الطبي مع الارتفاع المستمر في أعداد إصابات كورونا. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.